فضيلة الشيخ عطية، لم ترد كلمة آمين في نص سورة الفاتحة، فهل يجب على من يقرأ سورة الفاتحة في الصلاة أن يقول آمين؟ وما الدليل الشرعي على ذلك؟ كلمة آمين معناها اللهم استجب، وفيها لغتان مشهورتان، المد على وزن فاعل مثل ياسين، والقصر على وزن يمين، وهي ليست من القرآن، ويسن قولها بعد كل دعاء. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلح في المسألة أي الدعاء، فوقف يسمع منه ثم قال أوجب إن ختم، وسئل عن الختم فقال بآمين. وفي الخبر لقنني جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب، وقال إنه كالخاتم على الكتاب. وثبت في الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما بعبارات مختلفة. ويستحب التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد. قال النووي في كتابه الأذكار: ويجهر به الإمام والمنفرد في الصلاة الجهرية، والصحيح أن المأموم أيضا يجهر به، سواء كان الجمع قليلا أو كثيرا. ويستحب أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، وليس في الصلاة موضع يستحب أن يقترن فيه قول المأموم بقول الإمام إلا في قوله آمين، وأما باقي الأقوال فيتأخر قول المأموم. جاء في تفسير القرطبي أن العلماء اختلفوا هل يقولها الإمام وهل يجهر بها، فذهب الشافعي ومالك في رواية إلى ذلك، وقال الكوفيون وبعض المدنيين لا يجهر بها، وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقولها بل يقولها المأمومون. والدليل حديث مسلم: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. والصحيح قول الإمام لها لحديث أبي داود والدارقطني عن وائل بن حجر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين يرفع بها صوته. وقال عطاء: آمين دعاء. أما ابن الزبير ومن وراءه: حتى إن للمسجد للجة أي صوتا ودويا. قال الترمذي: وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين لا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وفي الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. يقول القرطبي: قال أصحاب أبي حنيفة: الإخفاء بآمين أولى من الجهر بها، لأنه دعاء، وقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ورد عليه بأن إخفاء الدعاء أفضل لما يدخله من الرياء، أما صلاة الجماعة فشهودها إشهار وشعار ظاهر وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره. وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة
المشتملة على الدعاء والتأمين في آخرها. فإذا كان الدعاء مما يسن الجهر به فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه، وهذا بين. وذكر الحافظ المنذري حديثا قال رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وأحمد ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. يؤخذ من هذا أنه يندب قول آمين لكل مصل بعد قراءة الفاتحة، كما يندب الجهر بها للإمام والمأمومين وتحري موافقة المأموم للإمام فيها، وذلك على رأي جمهور الفقهاء، وفيه إظهار لشعيرة الصلاة والاجتماع عليها، وهو أولى بالاتباع من رأي الآخرين لأنه رأي الأغلبية الذي تؤيده النصوص القوية، وفيه إشهار وإعلام بشعيرة إسلامية، وفيه مظهر من مظاهر الوحدة، والله أعلم.